السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة برشلونة القادمة بإذن الله تعالى والقنوات الناقلة والمعلقين. أرجو الاشتراك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب واعمل لايك للفيديو. المباراة يكون ميعادها بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم 16 يونيو 2020. المباراة هتكون بين برشلونة وديبورتيفو ليجانيس في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة هي بي ان سبورت 1 وبي ان سبورت 3، ومعلق المباراة يكون المعلق علي محمد علي. باقي التوقيتات هتكون في اخر الفيديو باذن الله تعالى. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. ما تنساش تشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب واعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا والمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك قضي في ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الامارات وعمان اضف ساعتين، يعني الساعه 2 هتكون الساعه 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا قلل ساعه، توقيت الساعه 2 هتكون الساعه 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعه 2 هتكون الساعه 12. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.